خسر دفتهم هذا وين صار؟ يعني من الصبح لحد الان من السبعه متواعدين، هسه بالوحده وبعدها ما جاي. صدق كذي؟ ادري مثلا ايش قد بعد عن الحاويه 100 متر اي مو بصفك. كمامه يا ظالم النفس، لك غير ترجع البيت تشمرها بالحاويه مال بيتكم. اي ليش بالشارع؟ مو هيك ننقل العدوى عمي. لك صار خامس شي يسحبوا بعدها ما جاي. صدق كذبت الشاقه تحكي صدق مصطفى؟ طبعا هذا مواعيده مو مضبوطه، انا عرفه كل الزين دوت ملتوح. انا ادري بالكريسماس يعلقون بابا نويل بس ما كان مامات. لا باشون وكيت طق شلون اشيله؟ هاي باي تاخرت على بالعز. شوف صعب يا صارت لك صدق كذب بثلاثه. لك ايش قد امي؟ لك وين صار هذا؟ صدق كذب. لك مصطفى هاك تفضل. ادري شاي القنينه هو بطل مال مي. لك يا ظالم النفس دي شوف ايش قد بينه وبين السطل شبر. جاياك ابو العز. سلوفتي امك هلا هلا بريح الشمال وين كنت من الصبح لحد الان؟ لك هاي حتى انت لك تبليط ما عدنا تشجير ما عدنا هواء نقري شمه ما عدنا والنبو زبالتكم بالشارع واحنا شو مسوين؟ هلنا شويه حبات وكرزناهن وذبيناهن بالقاع وبعدين انت ايش دعوك يجي عصبي؟ هاي فوق ما متاخر وانا صار لي من الصبح لحد الان منتظرك تالي ما تالي هيك تحكي علي مصطفى شويه اكل حب. تأخرت لين كنت تعلم نفايات المسلك ومثل ذلك. أقول لك الصياح لا ظل يصيح، ال 25 أطلب لك إياها وينها؟ تفضل، هاي ال 25، بس تشبر النفايات بالمكان المخصص لها. لك تبقى كرس حب مصطفى حتى